السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فايزة غالي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في حالة جيدة. اليوم كيف ما شفتوا غادي نصوبوا واحد الصابلي كيجي رائع، الشكل ديالو والمنظر ديالو كيجي زوين وأيضا ساهل وكيجي لذيذ. كمية كثيرة بربعة ديال الزبدة، إن شاء الله بقوا معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة. وكاين لكان شي نصيحة على حسب الحلوى ولا البنات اللي بغاو يخدموا الحلوى، إن شاء الله كيكون النصائح في وسط الفيديو، يعني خصكم تبقاو حتى الاخر ديال الفيديو. هذا الصابلي هذا ماشي كوموند، يعني غير ديالنا هكا ديال مصوبه، يعني لينا ما بغيتوش هكا يجيني حلو. غادي تشوفوا المقادير ديال الصابلي، وانا كنقول لكم المقادير وانا كنشرح لكم. يعني هنا نحتاجوا ربع ديال الزبده كيف ما العاده، تكون بالحراره ديال المطبخ. غادي نقطعها شويه هكا باش تجيني سهله نخدمها، نقطع نحاول نقطعها طريفات، يعني ملي تبغيو تخدموا بها الا كنتو دايرينها في الثلاجه فمن الاحسن تحكوها في الحكاكه اولا، يعني باش تساعدكم. كمن الاحسن دائما تحيدوا الزبده وتخليوها باش تساعدكم، ما تكونش دايبه وما تكونش يعني ما تكونش بارده من الثلاجه. كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، وهنا كاس ديال السكر. هنا البنات الا شفتوا هذا الصابلي هذا راني دايره غير كاس ديال السكر، السكر سنيده، وكاس ديال الزيت، يعني ناقصه منه السكر. بغيناه يجينا هكا، بغيناه يجينا مسوس شويه بهذا المعنى. وهنا غادي نضيف واحد الكيس ديال الفاني، وتما درت واحد معلقه ونص ديال الحليب بودره، كيبقى اختياري. هذه راه ماشي العجينه ديال الكوموند البنات، مازال ان شاء الله غادي نفتي عليكم العجينه ديال الكوموند، اولا غادي نكتبها لكم. يعني الا بغيتو تشدوا الكوموند عجينه وحده تكون ناجحه معكم ما تبدلوهاش. هذا كما قلت لكم استثناء، ما بغيناش، بغيتو يجيني ناقص في الحلاوه، ما بغيتوش يجيني هكا في المذاق ديال الصابلي، داكشي باش درت ليه كاس. اما في العادي راه كندير جوج كيسان وكندير جوج ثلاثه د البيضات، يعني كنزيد شويه على هاد المقادير هادو في الكوموند باش تجينا العجينه هكا كتخرج. صافي غادي نخدمو مزيان. بالنسبه للحليب بودره البنات كيبقى اختياري، اما تحطوه هكا كيعطينا واحد اللذه زوينه للصابلي، اولا كتحمروه، يعني حتى ملي كتحمروه حتى كيولي اللون ديالو بحال الكراميل، كيعطي واحد اللذه رائعه وكيبدل حتى اللون ديال الصابلي. جوج ديال البيضات، وهنا غادي نضيف هذيك المعلقه وشويه ديال الحليب بودره كما قلت لكم، كتبقى اختياريه الا كتعجبكم. كيف ما يمكن لكم تضيفوا بزاف ديال الاشياء بحال الغبره ديال الكاوكاو اولا الغبره ديال اللوز، اولا تضيفوا داك دوك لي بسكويت ديال الدراري اللي اللون ديالهم اسمر، كطحلوه مزيان وتنيلوه وتغربلوه وتضيفوا منه جوج معالق ولا ثلاثه، المهم كتضيفوا داكشي اللي بغيتوا. وانا ضفت النكهه ديال اللوز، مستمر نخدم مزيان حتى يذوب لينا داك السكر، ونبقى نضيف في الطحين. بالنسبه للطحينه البنات انا راه ما عنديش الميزان في هذه اللحظه هذه، ولكن دائما هذا القياس ديال جوج بيضات وكاس وكا كيدي بين 600 غرام حتى 650 غرام، يعني ما كنوصلش كيلو، ولكن راه كيخرج لينا كميه اللي هي كثيره ديال الصابلي. وغادي نحاول هكا غنجمعو برؤوس الاصابع حتى غادي يتجمع مزيان، وصافي الطريقه الكلاسيكيه ديال الصابلي. وغادي نديرو في الثلاجه واحد شويه ملي الجو سخون، اولا يعني لو قدروا سخونه خص ضروري نديرو شويه في الثلاجه من بعد ما غادي نساليوه. هذا غير كنجمعو، انتما شفتو من بعد ما جمعتو على هذا الشكل، هذا الشكل ديالو ماشي طري وماشي قاصح كيتفرتت، انتما شفتو كي داير. يعني غادي ندخلو للثلاجه نقسمو على اربعه اي باش يساعدنا هكا الكويرات على حسب داكشي اللي بغيتو ديرلكو. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي وري لي الطياب ديال الصابلي بالتفصيل، ان شاء الله غنمشي للدار ديالي هكا، نمشي لذاك الفران باش كنخدم، وان شاء الله غادي نصور لك ملي ندخلو، لان الصابلي كيبغي يطيب على شميعه ماشي غير شويه ديال العافيه باش يطيب بداك الشكل اللي كنوريكم. كيطيب ما مخطوف ما خضر ما محروق ما حتى حاجه، كيطيب اللون ديالو كله كيتذهب وكيطيب طياب واحد، وانا راه كنطيبو في الفران ديال الغاز لانه هو اللي كيدي لي واحد الكميه اللي هي كثيره في الطوات. وصافي بعد ما سالت الصابلي ديالنا درتو في الثلاجه واحد المده، انا خرجته دابا باش ندلكو. صافي كندلكو بطريقه عاديه وكنقطعو بالمرشم اللي انا هنا. بالنسبه للمرشم انا قطعته بهذا مستطيل، هذا الشكل ديال هذا الشوكولاته اللي صوبت كيجي زوين في المربع، ولكن كما قلت لكم انا هنا ماشي في الدار، كنصوب بداك الشيء اللي موجود. هاد الطوابع يلاه شريتهم حتى هما، تكونوا شفتوهم في الفيديو ديال المشتريات، ما عرفتش شكون غادي يسبق مشاهده ولا فيديو، لان فعلا شريت واحد المشتريات زوينه من الجوطيه وبغيت نشاركها معكم. الجوطيه والجديد، يعني هذا الشيء الحلوه هذا الشيء من الجديد،
كاين شي هميزات من الجوطيه رائعين ورخاص. ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو اما قبل هذا او لا من بعد، ما عرفتش يعني شكون اللي غادي يسبق. يعني الطوب عاد وخديتهم باش نخدم بيهم، ما لقيتش هذاك المربع ولكن لقيتهم مربع. مازال ان شاء الله هذا الصبلي هذا بهذه الطريقه ديال هذا الشوكولاته غادي نعاودو معاكم، نعاودو معاكم بالطابع اللي كيجي فيه زوين، اللي ما كيجيش ماشي هذا المستطيل، كيجي مربع، كيجي رائع في الشكل ديالو كيف ما حتى هذا كيف ما شفتوه راه جا زوين. هنا الصبلي ما كنرققوش بزاف وما كنغلطوش لان ما غاديش نلصقو، غادي نخدمو بديك الطريقه اللي شفتو صافي. وكنهزوه كنحطوه في الطاوه عادي حتى كنساليو. والبنات الا بغيتو تبداو تخدمو الحلوه راكم عارفين، يعني اول حاجه كنديروها كننظمو الوقت ديالنا. كتكون بلاصه الحلوه معزوله، مابقاش تخدمو الحلوه وسط الكوزينه لانها فعلا غادي تترون وغادي تولي كلها بحال ناض فيها الزلزال، لان الحلوه كدير الماعن بزاف، يعني بزاف الماعن باش يلاه نصاوبو الحلوه واحد الشكل ديال الحلوه اولا جوج. وكتنظموا كما قلت لكم الوقت، وكتنوضوا بحال مثلا هادشي الشوكولاط واللوز هادشي كتقدوه في واحد النهار كله الا كانت الطلبيه كثيره، ونهار الاخر يعني كتوجدوا كلش دوك المراحل حتى كتبقى لكم غير العجينه وتخدموها هي في نهار واحد، وتزين عاوتاني في نهار واحد، والمبالاج في الكرتون. يعني مثلا الا بغى شي واحد كميه كثيره ديال الحلوه فالا دار معكم سيمانه فكتبداو من داك النهار، يعني راه سيمانه يلاه تقدكم باش ماشي تضيعوا فيها الوقت. سيمانه وحنا كنديروا واحد الكيلو ولا جوج كيلو ولا لا، يعني ضروري نوجدوا كلشي هذاك الشيء باش الكميه ديال الحلوه نقدروا نخدموا 7 كيلو 6 كيلو مثلا في نهار. ولكن نوجدوا ليها الشوكولات ديالها اذا كانت بالنسبه للصابلي، ولا كانت الحلوه ديال اللوز نوجدوا اللوز، يعني نوجدوا داك الشيء كامل اللي كنحتاجوا، نوجدوا الطوابع نوجدوا، ونكونوا كنخدموا ضروري نغطيو شعرنا باش ما طيحش شي حاجه هكا في الحلوه، يكون يكون الشعر مغطي، يكون يعني يكون داكشي المكان فاش كتخدمو يكون نقي، لان الحلوه اللي كتجمعك مع الناس راه صعيبه، ماشي بحال شي حاجه اللي كتصوب هكا الدار ولا الوليدات كلها. يعني اصعب حاجه هي يلقاو فيها شي حاجه ما عجبتهمش، ولا ديروا النكهه ديروا كلشي. ف متاكده ان الحلوه ديالكم غادي تنجح. هذا الكونكاس اللي كنت قلت لكم كنصوبو هنا، صوبتو هاد البودره ديالو فكنستعملها في حلوه اخرى، وهادو اللي موتيف د الشوكولاط هاد طوال هكا بحال هاد الخشيبات هادو، درت منهم ثلاثه ديال الالوان، درت الابيض ودرت الاسود ودرت هذاك اللي كيكون دائما مخلط بالدرجه ديال الابيض مع الاسود كتحصلوا. المهم كديروا الالوان اللي بغيتوا تلونوا بشي حاجه اخرى ديروه. هذا الصبلي ديالنا من بعد ما طب كيجي هكا رائع، شباب كما كيقولوا الاخوات الجزائريات روعه. وهذا بالنسبه لهذا التصادي فيها الكونفيتير ديال الحلوه مع جوج معالق ديال الجليكوز، يعني النباج ما لقيتوش، بغيت نخدم غير باللي كان كما قلت لكم. وهذا هو الكونكاس ديالنا، يعني بعد ما حمرناه صافي غادي نبداو نزينو في الحلوه. التزيين ديالها كيكون ساهل ان شاء الله. البنات مازال غادي نعاود نشرح لكم، باش انا بغيت البنات اللي بغاو يتبعوا معايا يبداو من صفر ما عارفينش كيفاش الحلوه، حتى غادي يوليو ان شاء الله محترفات يعني بابسط الاشياء. يعني راه ما كتحتاجوش تشريو بزاف ديال الطوابع وبزاف، يعني شي مراشم هكا واكثريه هاد المراشم ديال الصابلي راه كيتبدلوا دائما كيكونوا جداد، وتشريو تشريو دلاك وتشريو يعني شي حاجه اللي هي بسيطه وتبداو. وانتم حتى كتخدموا انتم كتقنوا الخدمه ديالكم، والفينيسيون هي كل شيء، يعني ملي كتكون الفينيسيون زوينه راه الحلوه كتنجح، والشكل ديالها كيبهر الزبناء كيعجبهم الشكل ديال الحلوه، تكون مقاده ومفينيه والحطه في البلاطويات يعني تكون يكون النقا ما يكونش داكشي عشوائي. وان شاء الله راه المشروع ديالكم ديال الحلويات في البيت راه غادي ينجح لكم ان شاء الله. مازال مع الوقت كل مره عرفتي حاجه انا ما غادي نخبي عليكم حتى حاجه، اي حاجه كنديرها انا غادي نقولها لكم. ان شاء الله غير تبعوا القناه وتشجعوني ديما باللايكات والاشتراكات، ونتمنى ان شاء الله نزيدوا لقدام. صافي كنلصق وحده في البني اولا في الاسود، وكنزيد حدا وحده في الابيض، وكنزيد وحده هذيك اللي في اللون ديالها مفتوح. ودوك الجوانب اللي بقاو شتي كما قلت لكم البنات هادو خصها قطعه ولا طبع مربع باش كتجي زوينه كتجي شاده الوسط، ولكن حنا غادي نصوبوها بهذا الشكل هذا. الانسان هو اللي يقضي باللي كان. صافي كتجي على هذا الشكل هذا، حتى غادي نساليو هذه الكميه كلها بنفس الطريقه بنفس الخدمه. غادي نبقاو نلصقوا هذيك اللون الاسود ونزيدوا عليه اللون الابيض ونزيدوا هذاك اللون اللي مطلوق او اللي مفتوح ونديروا الجوانب فيهم اللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي او الكوك محمر. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال واحد الاخت قالت لي دير لنا التعليقات، ان شاء الله راه قريبا نمشي للدار وغادي نصاوب لكم داكشي كامل.
دوك التلصيقات او التعليكات باش اللي كنديروا للصابلي صراحه كيكونوا زوينين في هذا الصهد هذا، ما كيسيحوش دغيا يعني بحالهم بحال الشوكولاط. والفينسو دائما البنات الا كان الصهد بحال حنا عندنا في راكم عارفين الرشيديه يعني الشوكولاط كيذوب من وسط الثلاجه، فدائما الفينيسيون ديال الشوكولاط وهذه الخدمه هذه ديروها بالليل يعني ما يمكنش ديروها بالنهار نتوما كتخدموه هو كيذوب دائما. حتى تساليو شغلكم وتساليو كلشي وتغسلوا معناتكم وتجمعوا كلشي في الليل وجبدوا ديروا الفينيسيون الصابلي ديالكم وتلصقوا الشوكولاط. ها هو الصابلي ديالنا جا على هذا الشكل يعني رائع نتوما شفتوا يعني الجديد، وعطاني كميه اللي هي كثيره ما صورتش باقي الكميه ولكن هنا صورت لكم البلاطو. نتمنى يعجبكم وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والدعم ديال القناه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.